صباحك مستمعينا ومشاهدينا، نحن اليوم كنا طبعا في بلدية شفا عمر والتقينا مع حركة الشبيبي في حركة الفرسان بشفا عمر للدفاع عن حقوق الدروز بشكل عام والأمور المضطهدة أيضا بشفا عمر. من بعدها قد انتقلنا إلى بيت السيد مالك كرياج كورباج، عفوا شرفنا معرفتك سيد مالك. سيد مالك، أنا بس بدي أعرف إنه شو القضية بالضبط اللي أنت عم تدافعوا عنها، وليش مش راضيين نسمع صوتكم أكثر وأكثر؟ مستمعينا ومشاهدينا، في كثير قضايا تطرق إليها السيد مالك اللي هي جدا عميقة بعدة أمور، إنه اضطهاد حقوق وعدم وقف أيضا من الرؤساء الروحانيين. وأنا هيدا الحركة طلعتوها السيد مالك من على اسم الشيخ ابو حسن عارف حلاوي للتوحيد وخواصه الموحدون اللي بيقولوا في كل العالم، على اسم شيخ قيم من لبنان اللي هو طبعا متوفي قبل فتره زمنيه معينه. ليش ما انتميتوا للشيخ موفق طريف الرئيس الديني الروحي هلا في هذا الوقت؟ انه نحن عده متهمين توجهنا للشيخ موفق طريف لمساندتنا على القضية نفسها، ومنهم مشايخ. شو هي القضية متهمين؟ اللي هي قضية الإرهابي عيدان نتان زادة التي قام في مزرعة شفا عمر عام 2005. الباص اللي قام قتل فيه واحد يهودي أربعة. وقتل أربعة مواطنين شفا عمريين. وجميع القيادات العربية سياسية ودينية تهربت من قسم كبير من المتهمين، ونحن قمنا في بيان. البيان: نحن من المتهمين الشفا عمريين التي نمثل على يد حركة فرسان الحق، والتي لم نمثل على يد أي محامي لمساندتي ومساندة الآخرين. تبرئتي من التهمة المنسوبة لي في الباطل ناشد الجميع القيادات السياسية والدينية. علي قضية شخصية سيد مالك؟ أي نعم، أنا أحد من المتهمين الذي اتهموا باطل في قضية مركبة علي وعلى قسم كبير من المتهمين. شو بتحس؟ ليش ما فكرت مثلك بالموضوع؟ توجهنا إلى كان خلافات بيني وبين رئيس اللجنة الشعبية أحمد حمدي من البداية، وكثير من الخلافات بين عدد كبير من المتهمين الذي مثلنا على يد حركة فرسان الحق. حكم منا الحركة أربع أبرياء لمدة 6 شهور عمل فعلي في مركز جماهيري، وأنا حتى الآن وأنا أصرخ إلى جميع القيادات لدعمنا. توجهنا إلى القيادة الدينية الدرزية الشيخ موفق طريف، أنا وعدة أشخاص، إلى بيته، وناشدنا بكي أن يكون مساند لنا. والشيخ موفق طريف لم نحصل منه على أي مساند لقضيتنا المبرمجة والمزيفة. توجهنا المرة الثانية إلى الشيخ موفق طريف، كان بجانبه النائب الكنيسي حمد عمار، ونشدته أن يساندنا في داخل القضية. يعني كان حمد عمار والشيخ موفق طريف متواجدين بنفس المكان اللي انت طلبته؟ أين ولا حدا سمع لك ولا حدا حكى شيء؟ ولا حدا فكر فينا ولا فكر انه يسندنا. بشرونا في داخل القضية بدون محامي. اليوم انا بمثل حالي في المحكمة بدون محامي، سمعتي متهم بمثل حاله بدون محامي لانه القيادة الدينية والسياسية. وضعك المادي يعني صعب التقدم. وضعي المادي انت، انا كل محكمة كل اسبوع انا بخسر 700 شيكل كل محكمة كل اسبوع. احنا صرنا في سنتين رايحين جايين على المحاكم ولا واحد سندنا بأي طريق. ليش اتهموك لك بالبيت؟ برمجوا هون القيادي في داخل البلد، برمجوا القضية لأشخاص معينين في داخل القضية وقعتهم لأنهم فقراء ولم يقدروا أن يحصلوا على محامي أن يمثلهم. يعني قصدك نفقوا لك يا فهمي لأنك أنت فقير درويش عقد حالك وهيك بتلزق عليك وبسكر الملف. هذا اللي صار، وفي من الشباب المتهمين انحكموا في باطل من لجل لم يحصلوا على محامي ليساندهم وانحكموا باطل عن جد. اي نعم،
وطلبنا من جميع القيادات السياسية والدينية أن تساندني في قضية واعتراف القيادات العربية في شفا عمر والقيادات الدينية في حركة فرسان الحق التي تتابع إلى الشيخ الجليل أبو حسن عارف حلاوي، حركة دينية تاريخية تناشد السلام في الشرق الأوسط، وتمثل 5 مواقع فرسان، مواقع الفرسان على موقع جوجي، 1 حركة فرسان الحق، 2 فرسان الحق شفا عمرو، 3 فرسان دروز، 4 فرسان شفا عمرو، 5 مالك كرباج. ومن تلك المواقع في موقع جوجي نشدنا جميع القيادات وكل من غير معترف في القيادات، القيادة حركة فرسان الحق يكون غير معترف في أركان الموحدين الدروز الشيخ أبو حسن عارف حلاوي، وموجه رسالتي إلى رئيس بلدية شفا عمر، إلى رئيس الروح للطائفة الدروزية الشيخ موفق قريب، وإلى إمام الطائفة الدروزية في شفا عمر الشيخ نصف أبو عبيد، هل أنتم معترفين في هذه الحركة أم لا؟ وشكرا أخ أنغام. شكرا على